أشكرك لأنك دائما إلى جانبي عندما يعضني الغضب أو عندما أكون حزينا ماسحا نفسي ببلسم الأحزان لأموت. تبدين بعيدة عني، لا أقدر أن ألمسك، وأنت بقربي تنظرين إلي كأنك تنظرين إلى طفل، وأنسى كل شيء، وكل ما أريده أن تكوني سعيدة بألم. فكرت في دوام الله، في الزبدة، في كبريت الجنون، وفي كل ما شاهدته في أيامي القليلة. أنت مثل حليب العالم، أعرفك، فأنت دائما بقربي، أنت دائما بقربي أكثر مني. ماذا بمقدوري أن أعطيك غير السماء؟ أذكر أن الشعراء نادوا القمر بألف اسم: ميدالية، عين الله، بالون الفضة، عملة العسل، امرأة، نقطة من هواء. لكن القمر في السماء مجرد قمر لا ينضب معينه. عجائبي مثلك تماما. أحيانا أريد أن أبكي بغضب لسبب لا أعرفه، لسبب ما، ربما لأنني لا أستطيع أن أنالك أو أنال شيئا يخلصني من وحدتي. بالفرح الذي تعطيه كتابة القصيدة، بالحنان الذي يرتجف في أيدي الجدود، تقتربين مني وتشيدين أشياء في ميزان عيونك وفي المعادلة السحرية ليديك. قال لي الطبيب إن قلبي متضخم، وأنا أصدقه، لأني أشعر كأنني كهف يقعدون فيه دائما، يتجددون ثم يقعون إلى الأبد. مباركة أنت بين النساء، أنت التي لا تزعج، أنت القريبة مثل عصا الأعمى وكرسي المشلول، دائمة البطولة في عيون الذي استحوذ عليك، مجهولة للذي يعرفك. ماذا بمقدوري أن أعطيك سوى الجحيم من موج صدرك، حيث يغرق وجهي ببطء. أنظر إليك إلى الأسفل حتى أخمص قدميك، حيث يبدأ العالم. تلبسين جسد النساء، نعومة المرأة ورطوبة الأعضاء، حيث أتغلغل فيك بحلاوة. أنت تمثال مصهور، أيد مهدمة تنقل إليك الحمى، الحمى التي هي أنا والفوضى التي هي أنا تحفظك. يطوف موتيها على الاثنين معا، وتنتشلين يمين كما الماء من البئر، ماء يروي عطش الله الذي أكونه حينها، ماء يطفئ حريق الله، حريق الله الذي يغذيني. وحين تأتي فجأة الساعة الفارغة، تعرفين كيف تمررين أصابعك كأنها مرهم، كيف تتركينها في العيون المجنحة، وكيف تضحكين برؤوس الأصابع. ماذا بمقدوري أن أعطيك غير الأرض، زارعا في روث الأيام، أرى حبي يكبر مثل الأشجار التي لم يتسلقها أحد، والتي تحت ظلها ييبس العشب ويسبب الحمى للإنسان. بالطبع لست كاملة، فأنت معرضة للهلاك، ابنة البشر الحقيقية. أعرف أني أغتصبك كل يوم، لكن رحمتك تستغلني في كل ساعة. تحبينني، وأكون عندها مثل طفل طلبناه طويلا. أحب أن أتحدث عنك دائما في مؤتمر الطرشان، وأن أعطي صورتك للعميان. لا أريد أن أعطيك لأحد حتى تعودي إلي دون أن تبتعدي عني. في الحدائق العامة حيث العصافير والشمس، في الأوراق التي سقطت على الأرض، حيث تنظر العانسات إلى الأطفال، أشتهيك،
أحلم بك كما أشتاق إليك عندما لا تغيبين. أدعوك لنأكل العنب بعد ظهر اليوم، أو لنشرب القهوة إذا انهمر المطر، ولنكون معا دائما دائما حتى المساء. شيخ المغضب جيل بالقرى زمان مريم.